السلام عليكم. النهارده هتكلمكم عن السوفت وير تيستنج وازاي من انشور كواليتي كود. دي التوبكس اللي هنكفرها النهارده. ماشي، اول حاجه وات از سوفت وير تيستنج. لو هنشرحها بمنتهى البساطه فاحنا ممكن نقسمها لكلمتين، سوفت وير وتيستنج. سوفت وير هو سيت اوف انستراكشنز وبروجرامز ان هي بتدو سبيسيفيك جوب، وتيستنج هو ان انت بتجيب اي حاجه تجربها تشوف هي شغاله ولا لا. فبنفس البساطه احنا ممكن نقول ان السوفت وير تيستنج هو بييفالويت وبيشوف هل الكود بتاعك او السوفت وير بتاعك بيدو الاكسبكتد ريكويرمنت ولا لا. في نفس الوقت هو بيعمل كواليتي اشورنس، هو لازم يتاكد من الكواليتي بتاعت السوفت وير ويتاكد ان هي بتماتش الجول بتاعك، وبيحاول ان هو يمينيمايز الباج، لان احنا مهما حاولنا الكود ممكن يفضل فيه باجز، بس احنا بنحاول ان احنا نمينيمايز الباجز على قد ما نقدر عشان نحسن اليوزر experience. طب السوفت وير تيستنج بيعمل ده ازاي؟ عن طريق تو ستيبس، الفيريفيكيشن والفاليديشن. عشان نفهم ايه هما اكتر ممكن نقول مثال بسيط. انا دلوقتي لو عايزه اترافل من بوينت A لبوينت B في ثلاث طرق هيوصلوني لحد بوينت B. فبالنسبه للفاليديشن الثلاث طرق دول صح، الثلاث طرق دول ينفعوا، بس بالنسبه للفيريفيكيشن لا، الثلاث طرق دول هيتم مقارنه من بينهم ونشوف ايه احسن كواليتي فيهم وايه اكتر حاجه مبنيه بشكل صح. فالفيريفيكيشن بيهتم بالبروسيس اللي بتوصلنا للنتيجه، لكن الفاليديشن بيهتم بالريزلت ان الريزلت تكون صح، وبالتالي هما الاثنين اندبندنت وبيقدروا يشتغلوا كل واحد لوحده. طب احنا ليه اصلا محتاجين السوفت وير تيستنج؟ اكيد at some point in life كان مفيش سوفت وير تيستنج، فاحنا ليه دخلناها حياتنا؟ السوفت وير تيستنج امبورتنس في كذا بوينت. اول بوينت هي طبعا زي ما قلنا من شويه ان هو بيتاكد من الكواليتي بتاعت السوفت وير عشان يبقى مفيش باجز ويبقى مستعد ان هو يقابل اليوزر. في نفس الوقت هو بيديتكت الباجز، مش بس بيديتكت الباجز، هو بيديتكت الباجز بدري، وده بيوفر لنا حاجتين، بيوفر لنا فلوس وبيوفر لنا وقت. لان انا لو لحد الديبلويمنت انا ما عملتش تيستنج والبرودكت خلاص طلع لليوزر ولقيت ان في باجز، فهضطر ان انا ارجعه تاني لحد الديفلوبمنت، فده كده بضيع وقت كتير جدا وبضيع فلوس كتير جدا. في نفس الوقت هو بينهنس السكيورتي عشان السايبر ثريتس وهكذا. وفي نفس الوقت زي ما قلنا برده من شويه ان هو بيخلي اليوزرز ليهم اكسبيرينس احلى وبيدي ريبيوتيشن احسن. طب هل الامبورتنس بتاعته بتقف عند كده؟ شويه فلوس وشويه وقت بس؟ للاسف لا، الموضوع ممكن يكون اسوء من كده. زي ما حصل سنه 1994 في طياره في الصين وقعت و 264 بني ادم ماتوا. ليه؟ بسبب سوفت وير باج. فطبعا الموضوع ما ينفعش ان احنا نستقل بيه. في مثال تاني ان سنه 1996 فجاه كل الناس في امريكا لقوا ان الاكونت بتاعهم فيه 920 مليون دولار. ماشي، دي مش اسوء حاجه ممكن تحصل للبني ادم، ولكن طبعا كسوفت وير ديفلوبر او سوفت وير تيستر دي حاجه مش مقبوله نهائي. عشان نفهم اكتر يعني بعد ما فهمنا عن السوفت وير تيستنج محتاجين نفهم اللايف سايكل بتاعت السوفت وير عشان نعرف اهميته. ماشي، السوفت وير ديفلوبمنت لايف سايكل الاول. اول حاجه بنبدا الديفلوبرز يقابلوا الكلاينتس ويفهموا ايه هي الريكويرمنتس بتاعتهم. هم عايزين ايه في السوفت وير ده؟ عايزين ايه من البرودكت ده؟ ايه البيربس بتاع البروجكت بتاعه؟ بعد ما خلاص قابلنا الكلاينت وعرفنا كل الريكويرمنتس بتاعته بنبدا ان احنا ندفاين الريكويرمنتس. الفيز دي عبارة عن إن أنا بحول كلام الكلاينت لدوكيومنتس الديفلوبرز يمشوا عليها وياخدوها كجايد ليهم لحد ما يخلصوا ديفلوبمنت للبرودكت. ومن الدوكيومنتس دي هي الاس ار اس اللي بتعتبر جايد للديفلوبرز طول ما هما بيعملوا البرودكت بتاعهم لحد ما يخلصوا. بعد ما بديفاين الريكويرمنتس ببدأ إن أنا أديزاين بقى السوفت وير بتاعي، اللانجوج، البروجرامينج لانجويج، واي ديزاين سواء هو لوجيكال او بايثون. بعد ما خلصنا ديزايننج بنبقى قاعدين دلوقتي ان احنا نبدا نكتب كود ونبدا نعمل ديفلوبينج للبرودكت. طب بعد ما عملت ديفلوبينج بنتقل للفيز اللي بعدها وهي التستنج، ان انا بتست البرودكت بتاعي بشوف هل هو بيعمل اللي مطلوب منه ولا لا. بعد ما بخلص التستنج وبتاكد ان الكواليتي بتاعت الكود بتاعي جاهزه ان هي تطلع لليوزر بنبدا في الفيز بتاعت الديبلويمنت. دلوقتي هنبدا في السوفت وير تيستنج لايف سايكل وهي تعتبر سبسيت اوف السوفت وير ديفلوبمنت لايف سايكل. يعني سوفت وير ديفلوبمنت لايف سايكل بتركز على السوفت
وبنشوف هل احنا هنقدر نعمل لها تيستينج ولا لا. بعد ما خلاص عرفت ان انا هقدر اعمل لها تيستينج، ببدا ان انا اتست بلان، اشوف انا هعملها تيستينج ازاي، ايه احسن طريقه ان انا اعمل لها تيستينج، والطريقه دي هتكلف كوست قد ايه ووقت قد ايه، بحيث اظبط التايم لاين بتاع البروجكت. بعدها في تيست كيس ديفلوبمنت، ان انا ببدا اجهز التيست كيسز اللي بتغطي كل السيناريوز اللي ممكن تحصل عشان احاول اوقع البرودكت باي شكل عشان اعرف تيسته صح ويعرف يطلع لي. فيس 4 ممكن تحصل بارلل مع فيس 3 اللي هما اندبندنت، وهي الانفايرمنت سيت اب. ببدا اجهز الهاردوير والسوفتوير اللي انا محتاجاهم عشان اعرف اعمل التستنج. وبعد ما اتاكد ان السوفتوير والهاردوير موجودين والتست كيسز موجوده، بتبدا مرحله الاكسكيوت. هنعمل تست اكسكيوشن ونشوف هل التست كيسز شغاله التست كيسز مش شغاله، وده بيوصلنا للفيس الاخيره في التستنج وهي الكلوجر. الكلوجر هي ان انا بعمل ريبورت اشوف التستنج كان ماشي ازاي، كان ماشي كويس لا، الوقت خد مني قد ايه، الكوست خدت مني قد ايه، وهكذا. وكده نبقى خلصنا السوفت وير تستنج لايف سايكل. وزياد هيكلمنا عن التستنج ليفلز. ماشي، بعد ما عرفنا السوفت وير تستنج لايف سايكل عايزين نتكلم عن التستنج ليفل. اول حاجه خالص ايه التستنج ليفلز؟ التستنج ليفلز بكل بساطه ان احنا بنعمل تيستنج اكروس الديفلوبمنت بروسس والديفلوبمنت سايكل اللي فاطمه اتكلمت عليها كلها من اولها لاخرها. بنمشي على كل ليفل بالترتيب. طيب ليه بنعمل كده؟ بنعمل كده عشان حاجتين. اول حاجه ده بيأشور ان احنا هنطلع البرودكت بتاعنا بكواليتي احسن، وبيقلل البوتنشال ديفكتس اللي ممكن تبقى موجوده عندنا. طيب ايه الليفلز اوف تيستنج؟ عندنا اربعه بيتعملوا بالترتيب ده. اول حاجه بيبقى اليونت تيستنج، بعد كده الانتجريشن تيستنج، سيستم تيستنج، يوزر اكسبتنس تيستنج. كل حاجه بتتعمل مع حد معين، يعني مثلا اليونت تيستنج بتعمل الديفلوبر اللي بيعملها، الانتجريشن ديفلوبر تيستر، السيستم تيستنج بيبقى تيستر بس من غير ديفلوبر، واليوزر اكسبتنس بيبقى اند يوزر. هنتكلم عن كل واحده فيهم. اول واحده اليونت تيستنج. اليونت تيستنج بكل بساطه ان انا بتست كل موديول صغير لوحده. انا عملت موديول صغير جدا هعمل له تيستنج اشوفه شغال ولا لا، من غير ما اعمل انتجريشن او اعمل اي حاجه ثانيه. طيب هندي اكزامبل، انا عملت موديول صغير فانكشن بتعمل اديشن. هجرب ابعت لها تو كونستنتس، اول كونستنت 10 مثلا، تاني كونستنت 5، المفروض ان الاكسبكتد اوت كم بتاعي ان الفانكشن دي تطلع 15. لو الفانكشن طلعت 15 يبقى كده الفانكشن دي باست التست ده او اليونت تيست ده. لو طلعت حاجه ثانيه يبقى المفروض ارجع للفانكشن ثاني واغير فين. طيب ده بيساعدنا في ايه؟ ايه الكلوز بتاعته والكونست بتاعته؟ اول حاجه ده بيساعدنا ان احنا بنديتكت الباجز ايه؟ طالما عملنا التست بعد ما خلصنا الموديول على طول، ده هي لو في اي باجز صغيره هنعرف نطلعها. وفي نفس الوقت بيساعدنا ان احنا نغير إن يسهل ان احنا نغير الكود بتاعنا، لان احنا متاكدين ان في يونت تيست لما نغير الكود هنشغلها هي هي تاني، ولو طلعت شغاله يبقى الكود بتاعنا ده كده شغال. طيب ايه المشكله؟ ده تايم كونسيومنج جدا، لان انا كل ما بعمل موديول لازم اعمل له تيستنج واخلص التيستنج اللي عليه، ولو عملت اديت هعمل تيستنج عليه تاني. برضه بيمس اي كومبلكس باج ممكن تحصل لما نعمل انتجريشن للموديولز. فنيجي من هنا للنقطه الثانيه، احنا خلصنا كل ده لازم نعمل انتجريشن تيستنج. انتجريشن تيستنج زي ما احنا خلصنا دلوقتي اليونت تيست كله على كل موديول لوحده. هنحط الموديولز على بعض، لازم نعمل تيست ليهم مع بعض او كل سب سيستم لوحده، ولازم نتست الانترفيس. طيب في اربع ابروتشز، اول ابروتش بيج بانج انتجريشن انتجريشن تيستنج، توب داون انتجريشن تيستنج، بوتوم اب وميكس انتجريشن تيستنج. البيج بانج ده اكتر حاجه سامبل فيهم، احنا هنعمل انتجريت لكل حاجه ونشوف هي شغاله ولا لا. طيب ده ممكن يكون بينفع في السمول سيستمز، لو حاجه صغيره عملت لها انتجريشن وهشوفها هي شغاله ولا لا. وفي نفس الوقت ده سيمبل سهل ان هو يتعمل، لان انا خلاص هنتجريت كله وعملت تيست واحد. المشكله ان ده ما ينفعش في اي بروجكت كبير باي حال من الاحوال، بيسبب ديلي كبير. وفي نفس الوقت لو انا لقيت ان في ايرور انا ما اعرفش ده طالع من انهي انتجريشن، ما اعرفش اي موديول مع موديول اللي عامل المشكله، ممكن يكون في حاجه بيزك اصلا ما احنا مش هنعرف نلاقيها، الديبوجنج فيه صعب جدا. طيب بعد كده في البوتوم اب انتجريشن تيستنج والتوب داون بيبقى عكسه. البوتوم اب انا عندي الموديولز متقسمه لايرز، بوتوم ليفل وتوب ليفل. هندي اكزامبل، اول موديول مثلا لو احنا سايبين احنا بنعمل كالكوليتور او الاب بتاعنا كالكوليتور، اللور ليفل هيبقى حاجه زي اديشن فانكشن او سبتراكشن فانكشن. طيب البوتوم اب تيستنج بنتست من الموديولز اللور بعد كده نطلع فوق. طيب احنا عاملين اديشن فانكشن مش عاملين الكالكوليتور، مش عاملين التوب موديول، هنعمل ايه؟ بنسوي حاجه اسمها درايفر. الدرايفر ده كل وظيفته ان هو بيبقى موجود بحيث ان احنا نقص داتا بس ما بين الاثنين، مش شرط تكون الداتا صح بس لازم تبقى تكون كوريكت فورمات، يعني انا بقص داتا بنفس الارجيومنت بنفس الحاجات بحيث ان انا اتاكد ان الداتا اللي اتعملها باسنج صح، وان انا اعرف اعمل تيستنج على الموديول من غير ما
كويس والتستنج كونديشنز عليها متساعده. بس عندي مشكله الدرايفرز كوست زياده عليا لان انا لسه ما عملتش موديول فهعمل درايفر وبعد كده هرجع اعمل موديول تاني. وفي نفس الوقت ده بيبقى كومبلكس قوي لو انا هعمل لو انا شغال على سيستم فيه سب سيستمز كتير اندبندنت على بعض. طيب عكس التوب داون هنشتغل على التوب موديول الاول بعد كده هنشتغل على اللور موديول. طيب نيجي لنفس الكيس انا عامل التوب موديول بس لسه مش عامل اللور موديول هسافر عكس ستوب. الستوب بتشتغل بدل اللور موديول بنفس الطريقه اللي احنا بنباس داتا. في مشكله الستوبس الديزاين بتاعها بيبقى ديفيكولت اكتر من الدرايفرز اصلا فدي بتبقى اصعب من الفن ويبقى كوست زياده. الادفانتجز في الابروتش ده غالبا الريزلتس بتبقى اكيوريت اكتر او احنا التستنج بيبقى احسن ولما بلاقي باكس بيبقى سهل ان انا اجيبها. في ميكس ما بين الاثنين ان انا هتست حبه سب سيستمز بوتم اب وهتست حبه سيستمز توب داون. هستخدم حبه السبس في السب سيستمز اللي انا هحتاج اعملها هنا وهستخدم درايفرز في السيستم السب سيستمز اللي انا هحتاج اعملها هنا. طيب ده بيبقى كويس بحيث ان هو بس فوكس فورمز يعني انا الادفانتجز اللي هنا عندي تقريبا واللي هنا برضه عندي بس في نفس الوقت الكوست عالي جدا لان انا هحتاج اعمل السبس واحطها في حته وهحتاج اعمل درايفرز واحطها في حته ثانيه. وما ينفعش اعملها لو انا عندي سمول سيستمز كتير جدا وهم ديبندنت على بعض. طيب هنيجي لتالت حاجه السيستم تيستنج. خلصنا اليونت تيستنج خالص كله شغال كل الموديول شغال لوحدها عملنا انتجريشن تيستنج شغال برضه. طيب عايزين نتست السيستم كله. لما بتست السيستم كله انا ما بقاش ديفلوبر كده انا بتستر انا مش فاهم معايا البروجرامنج اتعمل ازاي انا كل اللي هعمله انا معايا ابلكيشن معايا سوفت وير هتسته شغال ولا لا الفانكشناليتيز كلها شغاله ولا لا. بعمل تيست كيسز كتيره جدا وبيبقى فيه بروسس للسيستم تيستنج. اول حاجه هنعمل تيست انفايرمنت زي اللي فاطمه كلمت عليه بعد كده هنجنريت تيست كيسز وتستنج داتا هنجرب التيست كيسز هيطلع لنا الافكتس حبه افكتس في السيستم بتاعنا هنعمل لها ريبورتس وهنغير الحاجات اللي طلعت الافكتس دي بعد كده نعمل ريجريشن تيستنج. ايه ريجريشن تيستنج؟ احنا دلوقتي غيرنا حاجه في موديول لازم نعيد التست لازم هنعمل ريجريشن تيستنج تاني عشان نتاكد ان ده ما بوظش اي حاجه ثانيه. هنغير حاجه ثانيه هنعيد ريجريشن تيستنج تاني عشان نتاكد ان ده ما غيرش حاجه ثانيه ونفضل نلوك الديفكتس ونعمل تيست لحد ما يطلعليش ديفكتس خالص. طيب اللي انا بعمله ده من اهم مميزاته ان احنا مش محتاجين نبقى بروجرامرز مش لازم ابقى انا الديفلوبر اللي عامل بتاعي انا بس كل اللي بعمله ان انا بتست السيستم وفي نفس الوقت انا بفيريفاي كل الفانكشناليتيز اللي موجوده في السيستم وبطلع اي باجز موجوده لان انا بطلع تيست كيسز كتير جدا. المشكله ان التيست سايكلز بتبقى كتير جدا يعني هعمل تيست سايكل هغير حاجه هعيد تيست سايكل تاني هعمل تيست سايكل هغير حاجه هفضل اعيد تيست سايكل تاني فده بياخد تايم كتير وبيبقى محتاج بلاننج في الاول اصلا عشان نتاكد ان الحاجه وصلت عبال ما توصل السيستم تيستنج هي مش محتاجه تيست سايكلز كتير. اخر حاجه خالص اتاكدنا ان السوفت وير بتاعنا شغال عايزين نعمل حاجه اسمها اكسبتنس سيستم. دلوقتي هو كده كده شغال احنا عارفين انه شغال بس احنا عايزين نعرف هل هو بيميت الكرايتيريا اللي احنا كنا عايزينه اللي احنا كنا موجهينه ليها ولا لا؟ هل اليوزر هيبقى اوكي مع ان هو يستخدم البرودكت ده؟ هل احنا كبزنس مثلا دلوقتي هل ده بيميت الجولز بتاعتنا ولا لا؟ بيبقى في كذا تايب من السوفت وير تيستنج. اول حاجه اليوزر اكسبتنس سيستنج. اليوزر اكسبتنس سيستنج زي ما انت قايل ان انا هشوف اليوزر السوفت وير ده هو راضي عنه بنسبه قد ايه مثلا او هو اوكي معاه ولا لا. بعد كده البيزنس اكسبتنس سيستنج انا هتاكد ان البيزنس بتاعي السوفت وير ده بيجي الجزء بتاعه. في كونتراكت اكسبتنس سيستم. دلوقتي انا قبل ما اشتغل في الابلكيشن اصلا او قبل ما الشركه تشتغل في اي حاجه او واحنا بنعمل البروجكت من الاول بيبقى في بيست كونتراكت. الكونتراكت دي فيها كل السبيسيفيكيشنز الموجوده كل حاجه موجوده والاكسبتنس والتستنج المفروض تخص انت. فاحنا اول ما بنعمل ديبلوي بيبقى فيه في الكونتراكت تيستنج زي مهله كده ان احنا نخلص فيها كل الاكسبتنس تيستنج كل التستنج اللي فات بحيث ان احنا لازم نطلع ساتسفاكتوري ريزلتس في التستنج اللي فات كله قبل المهله دي ما تخلص عشان يبقى السوفت وير ده اكسبتد من ناحيه الكونتراكت سايد. في ريجوليشن اكسبتنس تيستنج ان لازم السوفت وير بتاعنا ما يبقاش بيعارض اي ريجوليشن في الريجن اللي احنا شغالين فيه. في الاوبريشنال اكسبتنس تيستنج ده بكل بساطه ان لازم السوفت وير دلوقتي احنا قبل ما نعمل سوفت وير اصلا لو في كلاينت جاي لي عايز نعمل سوفت وير فالمفروض ان انا هبقى عامل كونتراكت. الكونتراكت دي بالسبيسيفيكيشنز هو طالب 1 2 3 لازم اعملهم. بيبقى في الكونتراكت ديدلاين لازم بعد ما اعمل ديبلوي للسوفت وير ان يكون كل التستنج تايبس او كل الاكسبتنس تيستنج تايبس خلصانه. يعني ما ينفعش افضل ديلي اليوزر اكسبتنس تيستنج مثلا 3 4 شهور والكونتراكت قايل ان انا المفروض اخلصه شهر. فانا لازم عشان السوفت وير ده يبقى اكسبتد من ناحيه الكونتراكت ان السبيسيفيكيشنز كلها تكون موجوده ولازم اكون مخلص بقيه
التستنجز في مده معينه، يعني بنحدد مده في الاول اخلص التستنج فيها، ولازم اخلص كل السبيسيفيكيشنز وكلها اكسبتد من ناحيه الكونتراكت سايد. والريجوليشن زي ما قلنا ان احنا لازم ما ينفعش ابقى بعارض اي ريجوليشن موجود في الكامبوس موجود في الريجن اللي انا شغال فيه. لو انا بطلع سوفت وير مثلا في بلد وبلد ما ينفعش يبقى بيعمل حاجه هنا او بيعمل حاجه هنا. طيب اوبريشنال اكسبتنس تيستنج ده احنا بنبقى بنتست الريكفري بتاعت السوفت وير بتاعنا او المنتابيلتي، يعني هل انا لو في حاجه حصلت لو مثلا في حاجه باج حصلت او حاجه محتاجه مينتيننس في مشكله في السيرفر، هل انا هعرف اقولها تاني ولا هل الموضوع ده هيطول؟ هل الموضوع ده هيبقى اكسبتبل الوقت ده؟ هيبقى اكسبتبل ولا لا؟ هل السوفت وير بتاعنا ده ريلايبل ولا لا؟ بعد كده اخر حاجتين الفا تيستنج وبيتا تيستنج. الفا تيستنج بيبقى حبه تيسترز بياخدوا السوفت وير بتاعنا يعملوا له تيستنج ويشوفوا هما ايه المشاكل اللي قابلتهم. البيتا تيستنج السوفت وير ده كده كده في الاخر تارجتد ات يوزرز، فاحنا بننقي ريل اند يوزرز نديهم السوفت وير. بعد ما نديهم السوفت وير هنشوف ايه رايهم في الموضوع، هل عندهم اي مشكله، هل في اي باكس لقوها احنا ما لقيناهاش في التستنج اللي فاتت ولا لا. طيب ايه اهميه الاكسبتنس تيستنج؟ ده بيدينا فيو هل فعلا اللي احنا عاملينه ده هينجح ولا لا، وبيدينا كونفدنس. دلوقتي لو انا عديت الاكسبتنس تيستنج فغالبا في يوزرز محتاجه الاب ده او محتاجه السوفت وير ده او هتستخدمه. طيب ايه المشكله؟ انا ممكن يبقى عندي يوزرز اصلا مش مهتمين ان هم يعملوا تيستنج للبرودكت لسه ما خلصش او لسه ما عملوش ديبلوي. وفي نفس الوقت لو انا عايز يوزرز تعمل ديبلوي تعمل تيست على حاجه انا محتاج اديها نولج كافيه في الاول ان هم يفهموا اللي انا بعمله ده بيبين. وفي نفس الوقت الفيدباك بتاع اليوزرز مش هياخد، ما ينفعش اقول لليوزر هات لي رايك في يومين، فهو اليوزر هيديني رايه لما يخلص لما يستخدمه، ما ينفعش ابقى مستني الرد بتاعه بسرعه بس. وكده انا بخلصنا التستنج ليفلز. دلوقتي هيكلمنا عن سوفتنج وير تستنج تولز زياده. دلوقتي بس عايزين نعمل ديفينيشن وهنفهمه طول الشرح. سوفت وير تولز في ابلكيشن فور سيرفيس ذات تشيك اف ا سوفت وير ورك بروبرلي ميك اتس ريكويرمنت اند فولو ميد ستاندرد. ات هيلب تو فايند باكس اند اذر ايشوز تو انشور سوفت وير از ريلي. تمام؟ دلوقتي بس عايزين نعرف ازاي نختار سوفت وير تيستنج. اول حاجه اهم حاجه يعتبر كومبيتيتي ويز اي يو تي. اي يو تي ده الابلكيشن اندر تيست، يعني انا ما يكونش عندي ويب ابلكيشن عايز اعمله تيست واستخدم تيستنج تول اصلا ما تعرفش الاوبجكتس اللي في الويب بيج، ما تعرفش الاوبريشنز اللي مسموحه لليوزر واللي مش مسموحه لليوزر وهكذا. ايز اوف انتجريشن ان هو اقدر انتجريت مع الانفيرمنت اللي انا شغال فيها زي الاي دي ايز والمانجمنت مانجمنت سوفت ويرز وهكذا. ايز اوف يوز بالذات لو انا معايا في التيم نون تكنيكال ممبرز او بيجنرز وهكذا. يعني مثلا دول ابلكيشنز اثنين سيلينيوم وتست كومبليت الاثنين مسؤولين عن البروجكت تيستنج. السيلينيوم عشان اسطبه واشتغل بيه محتاج مجهود اكبر، محتاج تكنيكال نوليدج وهكذا، لكن في المقابل تست كومبليت اقدر اعمل بيه اي جي اي لذيذه كده انا كواحد بيجنر اقدر استخدمها مش هتبقى صعبه عليا قوي. افيلبل دوكيومنتيشن يبقى موجود دوكيومنت اقدر اسطبه ازاي اقرا ازاي وهكذا. والباكس اقدر اتفاجئ على اي دوكيومنتيشن لذيذ اقدر اتعامل معاه. وكاستمر سبورت ان لو حصل ايرور او اي حاجه اقدر اتعامل معاها، اقدر اتصل بحد اتعامل معاه يقدر يقول لي الباك ده بسبب الابلكيشن كده. افكتيف لايسنس كوست ان انا لو ما جبت ما وحشه جبت تقول ب $1000 مثلا وانا ميزانيه الابلكيشن بتاعتي كلها $200 كده ما استفدتش حاجه. هيحصل ايه دلوقتي ان انا لو اخترت بقى التول طلع غلط. اول ابسط سورس انا دفعت فلوس قبل كده وبعد كده ادفع فلوس ثانيه انا كده ما استفدتش حاجه. بس ان ايفورت ممكن اكون خلصت نص الابلكيشن اكتشفت بعد كده ان التول دي اصلا مش مناسبه او انا مش عارف اكمل بقى النص التاني، فانا هرجع يا اما هرجع اعيد الشغل تاني يا اما ممكن بيبقى في تولز بقى ده فيها شغل من التول لتول تانيه بس مش ممكن ما تكونش دي اللي انا عايزها. وده طبعا هيأخرني في الماركت، المنافسين هيقدروا ينزلوا السوفت وير بتاعهم وده هيأخرني جدا في الماركت. دلوقتي عايزين نتكلم عن شويه تيستنج تولز تايبس اللي هم تيست مانجمنت وباك تراكنج اوتوميتد بيرفورمانس وكوست براوزر وانتجريشن يونت وسكيورتي. دول في انواع ثانيه بس دول يعني معظمها متفرع من دول. تيست مانجمنت دوت حاجه كده عامله زي مدرب الكوره، تاكد ان الدنيا منظمه، تاكد ان كل واحد بيعمل شغله بكفاءه عشان يضمن ان الابلكيشن تاني، بيقول لكل تول تعمل امتى وازاي تعمل فين تشتغل فين وهكذا. دوت عشان يخرج البرنامج باعلى كواليتي. من اهم التولز المسؤوله عن التست مانجمنت جيرا.
جاهزة تيست مانجمنت تول و جول بتبقى اتلاسيان واللي حب الفيتشرز اللي هم بيكريت ويتاب ومانج البروجكت بيقدر يسبورت كذا ميثودولوجي زي اجايل اللي احنا هنتكلم عليها كمان شويه وميثودولوجيز ثانيه وبيتاك الايشو ممكن يرجعها لك ويرجعها للممبر المسؤول عنه في التيم يرجعها لك كولابريشن تول يقدر يكولابريت او ينتجيت مع التولز الثانيه الاتلاسيان زي تيلو وكذا وريبورتنج بيخرج لك الايرور او بج على هاي تيبل بيرجع برضه للناس اللي هو الشخص المسؤول عنها بس بيخرج على هاي تيبل يقدر يقاوم يقدر يعرف الايرور كده. البج تاكنج تقول ايه فايده البج تاكنج اصلا؟ بيديتكت الايشو بدري اقدر احلها قبل ما تكبر وتتفاقم وبيكيب تاك البج فيكسد بعد ما البج ما تتحل بيقدر يرجع لك البج بالستبس اللي اتحلت بيها اقدر افهم البج كان فين واقدر يعني اقدر اعرف اتحلت ازاي كده افهم السوفت وير بتاعي. ده طبعا بيزود الكواليتي بتاع البرودكت من الحاجات ال 10 تولز برضه في البج تاكنج موزيلا دوت ديفولبد باي موزيلا و دي حبة فيتشرز برضه بيكريت بيتاكل وبيتاكل ايشوز برضه بيعمل نوتيفيكيشن ممكن يبعت لك الايرور لو حصل على اي ايميل بيبعت برضه للممبر المسؤول عنه في التيم على اي ايميل ده هيدول مش شغال في التيم مش هنعرف والشارت داون بيرجع لك التند بوكس والوقت اللي اتحلت فيها على اي شارت عشان بقدر افهم السوفت وير بتاعي اكبر واقدر اعرف البوكس اللي بتتكرر فيه وكده. بعد كده اوتوماتيك تيستنج بيكون اوتوماتيك تيستنج ده ان انا بقول التيست بيفضل شغال لوحده من غير تدخل اي انسان دوت بيضمن من الافشنسي والكونسستنسي بتاع البرنامج بيضمن انه يبقى اسرع من الانسان يكون هو اللي بيعمل تيست وهكذا ومن اشهر الابلكيشنز اللي في التيست عامه في الاوتوماتيك تيستنج سيلينيوم دوت بيقدر يكتب سكريبت اي لغه زي جافا وبايثون بي اتش بي وسي شارب وبعد كده بيرفورمنس تيستنج تول بيرفورمنس تيستنج تول دوت انا بجيب الابلكيشن بحط عليه لود كبير قوي بتاكد انه يقدر يستحمل اللود ده والابلكيشن مش هيبوظ مني مثلا لو بعمل ويب بيج اجيب الويب اعمل عليها اكسس لكذا يوزر في نفس الوقت عشان اتاكد ان السيرفر مثلا مش هيقع مني ف من الابلكيشنز اللي يعني المشهوره في الحوار دوت ويب لود ده مسؤول عن الويب ابلكيشن ومن اهم الحاجات اللي بيعملها انه بيقدر يجنريت فيشوال يوزرز عشان يعمل اللود اللي عايزه ومن الفيتشرز اللي فيه بيسبورت كذا بروتوكول زي اتش تي بي واتش تي بي اس وسوق ويست وكذا ويقدر يجنريت كذا يوزر في كذا مكان في نطاق جغرافي مختلف انا لو بعمل الابلكيشن التوصيل مثلا زي امازون حاجه كده ممكن اجنريت كذا يوزر في كذا دوله مختلفه واتاكد ان الابلكيشن انا غطي نطاق جغرافي ده كله. بعد كده كروس براوزر تيستنج دوت بجيب الويب ابلكيشن واتاكد انه شغال على كذا براوزر بلاتفورم بنفس الكفاءه تمام من اشهر الحاجات في البراوزر ستاك والانتجريشن تيستنج بتقول الانتجريشن تيستنج اللي اتكلمنا عليه من اشهر الحاجات اللي موجوده في سيلينيوم واباتش كامل بس سيلينيوم اتكلمنا عليه يونت تيستنج ده ان انا اجيب الكود ان انا اجيب الكود وان انا اتست يونت يونت واتاكد ان كل جزء شغال لوحده ومن اشهر الكود المستخدم فيه جي يونت واشتغل جي يونت اخر حاجه السكيورتي تيستنج تول السكيورتي تيستنج ان انا بجيب الفايل في الكود اتاكد ان كلمه السكيورتي ليكج وان اي سكيورتي ايشو اي سكيورتي ايشو بقدر احلها ويعني يقدر يرجعها لي ومن اشهر الحاجات الموجوده فيه برضه بايب سوت و اول حاجه فانكشنال تيستنج زي ما قلنا هو بيتست فانكشناليتي هو بيشوف الريكويرمنت ده شغال صح ولا غلط بيدخل
بسرعه وحاجات زي كده. الريجريشن تيستنج ده بيشوف يعني انا بعد ما انتروديوست نيو فيتشرز او نيو سبيسيفيكيشن هل هي بتبوظ حاجه في الحاجات القديمه عندي اصلا ولا لا، فبشوف هل في باج يعني في الحاجات اللي اوريدي كانت شغاله ولا لا. هنتكلم عن شويه من التكنيكس بتاعه البلاك بوكس تيستنج. اول تكنيك الايكوفرنس بارتيشننج. الايكوفرنس بارتيشننج ده بيقسم الانبوت لكلاس. يعني انا مثلا عندي محتاجه ادخل ايج اوف ريجستريشن بيج، فعندي ان الفاليو مثلا من 18 ل 56، فاكبر سنه اكبر من 56 ده انفاليد، اقل من 18 ده انفاليد. فانا بقسمها كلاسز فاليد وانفاليد وبختار ريبريزنتيف واحد من كل كلاس عشان اتست بيه. اني اختار اكتر من ريبريزنتيف من السيم كلاس ده بيديني كفرج اكتر. مهم عندي في الايكوفرنس تيستنج اني اتست نيجاتيف كيس سيناريوز كمان اللي هو اتست الانفاليد. تاني حاجة الباوندري فاليو اناليسيس. لما نتكلم على 10 اكزامبل اللي فات فالمينيموم عندي مثلا 18 والماكسيموم 56، فانا في الباوندري فاليو اناليسيس ببقى مهتمة اني اتست مينيموم مينيموم ماينس 1 مينيموم بلس 1 وماكسيموم ماكسيموم ماينس 1 وماكسيموم بلس 1. ببقى مهتمة اتست الباوندري فاليوز اللي عندي ليه؟ لان عادة المطبخ بتبقى فاوند اب باوندريز. تاني تكنيك هنتكلم عنه الديسيجن تيبل. الديسيجن تيبل ده لو عندي كذا كونديشن ممكن شوية منهم متحققين شوية منهم لا، ببقى عايزة اتست الانبوت كومبينيشنز المختلفة. زي مثلا عندي لوج ان بيج، ببقى ممكن ادخل الايميل صح باسورد صح ايميل صح باسورد غلط باسورد غلط ايميل صح او ايميل غلط. في عندي كذا كونديشن فبجرب كل الانبوت كومبينيشنز وبريبورت الاوتبوت في الاخر. طبعا لما الكونديشنز تزيد بيجيت مور كومبليكس فالديسيجن تيبل ده بيعمل. هنتكلم دلوقتي عن الوايت بوكس تيستنج. الوايت بوكس تيستنج عكس بقى البلاك بوكس تيستنج. يعني البلاك بوكس تيستنج انا مش بخش جوه الكود، مش مهتمه بالانترنال ستراكشر او الالجوريزم. الوايت بوكس لا، الوايت بوكس هو كلير بوكس، هو انا مهتمه اشوف الحاجه امبلمنتد ازاي، امشي خطوه خطوه اشوف الحاجه دي بتنفذ صح ولا لا. فلو هنتكلم عن البلاك بوكس ان هو زي حد بيجرب يسوق العربيه ويشوف العربيه دي بتمشي حلو ولا لا، الوايت بوكس تيستنج هو الميكانيكي، هو مهتم ان تبقى كل حاجه من جوه شغاله صح وفاهم كل حاجه جوه في الكود. فالوايت بوكس تيستنج بيبقى التستر عنده اكسس على السورس كود. عارف الوايت بوكس تيستنج بيأكد اوت باي الديفلوبرز، فهو بيتسمى وايت بوكس تيستنج عشان انت تقدر تسي. نتكلم شويه برضه عن التكنيكس بتاعت الوايت بوكس تيستنج. اول حاجه الباث كفرج. الباث كفرج ده بيبقى مهتم ان هو يغطي كل الباث. يعني انا لو عندي باث من ستارت بوينت لاكزيت بوينت ببقى عايزه اشوف كل الباث اللي ممكن تمشي فيها. مثلا هنا عندي اكزامبل لو المين بتكون فانكشن ايه وفانكشن بي، فانكشن ايه بتكون سي ودي وهكذا. فانا عايزه مثلا اغطي مثلا من المين للفانكشن اللي هي اي في الاخر دي، فهمشي على الباث بتاعها واعمل كده مع كل الباث. تاني حاجه برانش كفرج. الجزء اللي هيبتدي فيه عليها سؤال فالبرانش كفرج مهتم ان هو يتست كل البرانش. لو الكود عندي ممكن يمشي في كذا برانش، يعني مثلا هنا لو الواي دي ايفالويتد بتو هيمشي في البرانش اللي هو في بي، لو الزد ايفالويتد بتو هيمشي في البرانش في سي. فانا ببقى عايزه اتست كل الترو والفولس كونديشنز كمان. يعني انا لو عندي حته فيها ترو فيها فولس انا عايز اتست الاثنين بتاع كل البرانش، الترو والفولس بتاعه مش كل البرانش. اخر تكنيك هنتكلم عنه النهارده سيجمنت كفرج. مهتم ان هو يغطي كل الستيتمنت الاكسكيوتبل في الكود، واشوف هل يعني بمشي عليها واشوف حتى في ريبورتس من البريفيوس فيرجن ولا لا. هنا بقى في كود زي ده ايه يبقى عندنا المينيمم تيست ريكوايرد عشان يكفر الستيتمنت كفرج والبرانش كفرج كل واحد لوحده. يعني لو عايز ستيتمنت كفرج محتاج اعمل كام تيست كيس، ولو عايز برانش كفرج محتاج اعمل كام تيست كيس برضه. انت عارف؟ كل واحد يعني سيكون كفرج عمل كام تيست كيس وبرانش كفرج كام؟ صح مظبوط. واحدة ستيتمنت هتبقى كفاية ممكن اجيب تيست كيس تخلي الاثنين بتفوق. بس البرانش كفرج مش هيبقى كده. يعني البرانش كفرج عشان اعدي على كل برانش فانا محتاجة اخلي اول واحدة بتفوق وتاني واحدة بتفوق مرة او واحدة بتفوق مرة وتاني واحدة بقوم واحده فولس مره وتاني واحده فولس مره. فاقل حاجه ممكن تعملي ده هما تو تيست كيسز. يعني مثلا البي هنا ب 75 وفي 30 فهي بتخلي التو برانشز يخشوا في الترو سايد بتاعتهم. ممكن اختار تيست كيس تخلي الاثنين بفولس فالتو برانشز برضه يخشوا في الاثنين فولس بتاعتهم، فبقى غطيت الاربعه ترو فولس وترو فولس. هنريكاب دلوقتي ونشوف الفرق بين البلاك بوكس والوايت بوكس.
البلاك بوكس زي ما قلنا ما بيخشش في الانترنال ستراكشر ولا في الفود، فممكن يكون السبيسيفيكيشن اللي فيه فعلا صح بس في انترنال ديفكت هو مش هيعرف يدكت الواي بوكس، لا هو هيدكت الانترنال ديفكت. البلاك بوكس موستلي دون باي السوفت وير تيسترز، الواي بوكس لا موستلي دون باي ديفلوبرز. الفانكشنال البلاك بوكس هو فانكشنال تيستنج بيتست فانكشناليتي بيتست سبيسيفيكيشن، الواي بوكس لا بيتست ستراكشر او بيتست الالجوريثم. البلاك بوكس ليست تايم كونسيومينج، الوايت بوكس طبعا تايم كونسيومينج اكتر بكتير. البلاك بوكس هو مور اوف هاير ليفل تيستينج، الوايت بوكس لا هو لوور ليفل تيستينج. ودلوقتي سيف هنتكلم عن السوفت وير تيستينج. التستنج ده مش هتغير كتير لو الكوانت اتغير. اخر حاجه الجروب كوميونيكيشن، ان بدل كان في
في دايما في مثلا قاعد بيعمل ديزاين، بعد كده ديما قاعد بيعمل اكسبيرمنتيشن، بعد كده ديما بيعمل تيستنج، الكروب كله قاعد شغال على نفس الريكوايرمنت. فالسبب في حاجه كده ان هو ريسورس انتنسيف، بما ان احنا مقسمين الريكوايرمنتس كتير والتيمز كلها شغاله في امبارح، فده بياخد وقت اكتر اكيد من الفرق. تاني حاجه هو بيركز على الشورت تيرم جولز وبينسى البيجر بيكتشر. تالت حاجه انكريس بيرسونال تيستنج، ان برضه بقى كونتينيوس و في ريكوايرمنتس كتير. اخر نوع معانا هو الاستراتيجي. دي استراتيجي احنا دي اكتر استراتيجي احنا اتقابلناها في حياتنا. عارفين اللابات اللي احنا كنا بنخشها في سنه اولى او الترم اللي فات؟ باشمهندس احمد وباشمهندس مروه كانوا بيعملوا بالظبط. هم عندهم نولج واكسبيرينس في التوبيك اللي هم حاطينه، فكانوا بيحطوا التست كيسز بايديهم، مش بيجيبوا اوتوميتد سكريبت مثلا يطلع لهم. هم عندهم النولج وعارفين المشاكل اللي ممكن تحصل فيها. فالاستراتيجي سوفت وير تيستنج از ان ابروتش تيستنج ديزاين اند اكسكيوت تيست كيسز دايناميك. مش based on the domain knowledge, experience, and then understanding of software and other things. Advantages have been getting more flexible about that tool, لأن هو وانت قاعد ممكن تسكس في دماغك تنفذ، مش محتاج ان انت تعمل بلان ولا محتاج تعمل تجيب بروجرام يعمل لك الكلام ده. ثاني حاجه efficiency use of this expertise، ممكن حاجات احنا شفناها قبل كده تساعدنا في ان احنا نتست البرودكت بتاعنا. اخر حاجه effective effect discovery، ممكن برضو ان الحاجات اللي احنا شفناها تساعدنا اكتر من الاوتوميت سكريبت اللي احنا كاتبينه. Disadvantages like documentation، دي مشكله الاكسبلوراتوري، ان انت بتستخدم الكريتيفيتي بتاعتك والانتويشن في ان انت تست البروجرام، مش كاتب السكريبت بتاعتك، مش كاتب التست كيسز، مش كاتب اي حاجه. تاني حاجه اسمه كويس assumptions، ان انت ممكن تكون من كتر ما تعرضت للمشكله تبقى مش شايف ان في حاجه هتبوظ البروجرام غير حاجه، فتنسى حاجات منها. تالت حاجة تايم كونسيومينج بروسيس، طبعا ان انت تقعد تعمل تيست كيس في دماغك هيكون افضل من ان انت تجيب كوميت سكريبت. فدلوقتي الاكسبلوراتوري عكس الثلاثة الأولانيين في ايه؟ ان هو مانيوال بس. أول ثلاثة ممكن يكونوا اوتوميتد أو مانيوال. ايه الفرق أصلا بين الاوتوميتد والمانيوال؟ الفرق بين الاوتوميتد والمانيوال؟ هنلاقي هنا جدول في أربعة بوينتس في الكومبارزن ما بين الاوتوميتد. أول حاجة السبيد، الأوتوميتد هيكون أسرع من المانوال. تاني حاجة الانفستمنت، أكيد المانوال هيكون أرخص من إن هنجيب بروجرام أو تول أو كده. تالت حاجة الريلابيلتي، أكيد الأوتوميتد أحسن من المانوال، فكرة الوايسنج أو الأسامبلز. وآخر حاجة الاستراكت تيستنج بيكون مانوال بس. دلوقتي معانا زياد سامر هيكلمنا عن الأوتوميتد تيستنج ويدينا إكزامبل. طيب احنا دلوقتي اتكلمنا ان في مانيوال، في فرق بين مانيوال والاوتوميتد وكده. طب هو ايه اصلا الاوتوميتد تيستنج؟ هي الفكره في الاوتوميتد ان انا خلاص بقى زي ما احنا عملنا سوفت وير في العموم، ان احنا ابتدينا بدل ما حد انسان هو قاعد يعمل حاجه معينه، لا دلوقتي في سوفت وير هو اللي عاملها. فاحنا دلوقتي احنا هنعمل سوفت وير بيتست سوفت وير، فاحنا هنكتب دلوقتي تيست سكريبتس او سوفت وير معين باستخدام تول اصلا برضه خاصه بيها زي البروجرامنج لانجويجز بتاعتنا انها تست حاجات زي كده. بس عشان نتكلم على حاجه زي كده الاول احنا محتاجين نعرف في حاجات، يعني انا في حاجات اصلا يعني ممكن الانسان يفكر ان هو ايه، طب طالما في اوتوميتد تيستنج انا ليه بعمل مانوال تيستنج اصلا؟ خلاص ما دام الكمبيوتر يعمل اي حاجه، في حاجات ما ينفعش ترن غير مانوال، في حاجات ما ينفعش ترن غير اوتوميتد، في حاجات يستحسن انها تبقى مانوال، في حاجات يستحسن انها تبقى اوتوميتد. فامتى ما استخدمش الاوتوميتد؟ لو انت ما ينفعش تستخدم الاوتوميتد، اول حاجه اليو اي تيست كيسز. نوع من انواع التيست كيسز ازاي؟ الفكرة نفسها في اليو اي، مثلا احنا عملنا بيج دلوقتي، والبيج دي مثلا في تكست بوكس بياخد اسمك وبياخد الباسورد بتاعك مش عارف ايه، فانت دلوقتي عملت تغيير في يو اي معين فبتعيد تست تاني عشان تتست اللي هو البتاع ده شغال ولا لا. هي الفكرة نفسها ان هو سنسيتيف جدا لتغييرات بسيطة انت ممكن تكون مش عايزه يتكتها، يعني ممكن تكون غيرت اللون مثلا، غيرت فورمات حاجة معينة انت مش عايز اصلا ان هو يتست حاجة زي كده، انت عايز تشوف مثلا متأثر بالتست ان الاسم مش مكرر مثلا، فهي ممكن يديك ايرور على حاجه زي كده. في حاجه ثانيه برضو ان انت اصلا الجي اي يختلف مثلا من اندرويد لاب، من اصلا لابتوبس مختلفه، فالتست كيس هيرن على حاجه ومش هيرن على حاجه ثاني، فانت هتحتاج تعمل كل بلاتفورم حاجه مختلفه في اليو اي. طب اليو اي ممكن يعني في تولز ممكن تعمله بس ما يستحسنش ان نعمله. طب اليوزابيلتي تيست كيسز استحاله اصلا نعملها غير اوتوماتيك، هو اصلا مفيش حاجه بتعمل كده دلوقتي. ازاي يعني؟ اليوزابيلتي تيست كيسز الفكره نفسها ان انا همسك ابلكيشن، طب الابلكيشن ده انا هشوف انا مرتاح في الاستخدام معاه ولا لا، يعني مثلا الايكون مكان معين انا مش حاسس ان ده المكان ظريف اصلا نحط فيها الايكون وهكذا. فبالتالي ده يوزابيلتي تيست كيس، ازاي نخلي الكمبيوتر يعمله؟ هو اصلا مفيش تول دلوقتي يعمل حاجه زي كده. هل في ممكن قدامي يعمل حاجه زي كده؟ بس دلوقتي مفيش حاجه بتعمل يوزابيلتي تيست كيس.
واللي هي النوع الاخير اللي هو الاكسبيرمنتال تيستنج زي ما سيف اتكلم عنه. الاكسبيرمنتال تيستنج هو الفكره ان انا يعني انا عملت ايه، انا خبرتي في المجال، انا انسان عندي خبره كبيره، فانا قعدت فابتديت اعمل تيست كيسز من دماغي حاجات زي كده، مش الكمبيوتر مش عارف يعملها. طيب انت بقى لازم استخدمه، هو اصلا غالبا معمول عشان حاجات زي كده، حاجات زي الكريتيكال فانكشناليتي بتاعت الابلكيشن. طيب في مثال، مثلا انت عندك اي كوميرس ويب سايت، ده مثال هنمشي بيه في طول الاوتوميتد تيستنج الجزء ده. يعني ايه اي كوميرس ويب سايت؟ فانت في حاجات اساسيه، في ان البرودكت بتاعتك موجوده في داتا بيز. طب الداتا بيز ده انت لازم تتعامل معاه، فده يعني هو ده اي بي سي في البروجرام بتاع في الابلكيشن بتاعك، لازم يبقى فيه داتا بيز، فلازم هتحتاج حاجه كريتيكال لازم تبقى كده. طيب تيست تاني اللي هو ريكوايرنج لارج داتا سيتس، اي يعني منطقي برضه ان انت بتتعامل مع داتا كبيره، فانت كبني ادم تستحاله تقعد مثلا مع 1000 رو ولا مش 1000 طبعا او اكتر من كده بكتير، ان انت تقعد تتست على حاجه زي كده واحده واحده، فانت بالتالي لازم يبقى في اوتوميتد تيست هي بترن حاجه زي كده وتديك الاوتبوت في الاخر. طيب والحاجات دي محتاجه بارل اكسكيوشن، انت تكيب تراك على الحاجات اللي هي ليها بارل اكسكيوشن صعبه شويه انت كمان، فانت محتاج تعمل ايه؟ انت محتاج تعمل كمبيوتر، وزي ما قلنا برضه ان انت ممكن اصلا تعمل فيرتشوال، يعني هو البروجرام لانجوج نفسها يبقى ليها حاجه انها تعمل فيرتشوال يوزرز، فتدخل بكذا طريقه، تدخل بنفس الايميل، تدخل بنفس الباسورد وهكذا. طيب البروسيس تايم لاين بيمشي ازاي؟ احنا اتكلمنا دلوقتي ان مثلا كان في كذا طريقه بنمشي فيها مع سيف زي الاجايل زي الووتر فول مش عارف كده. فالفكره نفسها ان انت دلوقتي بقى مع مجهول الاوتوميتد تيستنج، مبدئيا هي فكره الاندرستاند ريكوايرمنت، هنقسمها بقى لاثنين. الاندرستاند ريكوايرمنت في ريكوايرمنت مع اليوزر، اليوزر بيقعد معايا وهعرف منه هو محتاج مننا ايه. طب في ريكوايرمنت ثانيه، احنا قعدنا كتير سوفت وير ديفلوبرز وسوفت وير تيسترز واتفقنا على الديزاين اللي هنمشي فيه. احنا هنعمل ابلكيشن بيعمل كذا كذا، بنلاقي فيه كذا وكام ويب بيج مش عارف ايه، فانا كتستر بعد كده لما اجي اشتغل ابقى عارف ان انا الموديولز اللي هحتاجها هتبقى ايه، والديفلوبر يشتغل بحيث ان انا اشتغل بارلل مع بعض. طيب السكوب اوف اوتوميشن، ايه هو السكوب اوف اوتوميشن؟ ايه اللي هنعمله اوتوميشن اصلا وايه اللي هنعمله بقى؟ طب احنا عشان نحط حاجه زي كده احنا اتكلمنا دلوقتي امتى على هو وين تو يوز وين نوت تو يوز، ففي حاجات هتبقى اساسيه زي ما قلنا كريتيكال فانكشناليتي هنعملها اوتوميشن، واحنا برضه على حسب الابلكيشن ممكن نبتدي نحط حاجات ثانيه تبقى اوتوميشن. طيب بعد كده التول سيلكشن والفريم ورك كريشن، مبدئيا الاوتوميتد تيستنج في تولز كتيره جدا، ده طبعا غير مرن فلازم يبقى في تولز تساعدنا في حاجات زي كده. طب التولز دي بتتحقق على اساس ايه؟ في تولز بتبقى فري بيد اصلا، في تولز بتبقى فري، فانا لو اصلا شركه صغيره ومش محتاجه مش عايز ادفع فلوس فبالتالي انا مش هروح على حاجه فري، وفي حاجات محتاجه بروجرامرز نفسهم هم يعملوها، زي ما زياد قال مثلا في حاجات لازم انا ابروجرام نفسها، وفي حاجات زي جي اي انت جاست ايكونز انت بتقول اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا، في حاجات جي اي طب برضه على حسب التيم بتاعي. وبعد كده فريم ورك كريشن، ايه هو الفريم ورك كريشن؟ هيجي دلوقتي كمان شويه كمان لانواع الفريم وركس الموجوده، هتبتدي بقى تشوف الداتا بتاعتك اللي انت هتعملها تيست دي تحطها كود في الكود بتاعك، يعني تبتدي تحطها كود مثلا رامل فايل تحطها في داتا بيز وهكذا. ماشي الفانكشناليتيز بتاعتك في فانكشناليتيز اساسيه، في فانكشناليتيز هنستخدمها كتير وكتير وكتير، فانت دلوقتي هتبتدي تحط في الفريم ورك نفسها تحددها في مكان معين وهكذا بحيث ان انت تبقى سهل ان انت ترنها. طيب سكريبتنج تيست كيسز والانتجريشن، سكريبتنج تيست كيس خلاص بقى كل حاجه جاهزه، هنبتدي بقى نحط التيست كيس، يعني ابتدي بقى اشوف بقى مثلا يعني عايز افتح دوكيمنت دلوقتي او انا عندي داتا بيس، خلاص انا هقول له هتروح للبراوزر ده كروم مثلا، بعد كروم تروح على يو ار ال ده، تو يو ار ال ده تشتري فيها مثلا، او ممكن نجرب بقى على براوزر مختلف او هكذا. طيب الانتجريشن مبدئيا في حاجه اسمها سي اي سي دي، ايه سي اي سي دي؟ اللي هي كونتينوس انتجريشن كونتينوس ديبلويمنت او ديفلوبمنت، هيبقى دي دي اي ممكن فيهم. طب ايه ده؟ خلينا نفرض ان في فيرجن كنترول، فيرجن كنترول اللي احنا كلنا انا كبروجرامرز فانا كل واحد عنده البراتش بتاعه وابتدي يمرج، فاحنا بتسهل ان يبقى في اكتر من ديفلوبر شغالين على المشروع في نفس الوقت. طب ازاي هنعمل حاجه زي كده على التست؟ لا احنا محتاجين بقى نعمل حاجه ثانيه. الكود اللي انا كتبته ده هو مش شرط هبلش على طول، فانا لسه محتاج اعمل التست كيس، هيبقى جاهز برضه. يعني انا دلوقتي هقول له انت خلاص عملت الديفلوبر ده عمل الموديول ده، الموديول ده هيدخل على التست كيس ده، التست كيس ده هيطلع على الديبلويمنت على طول. عشان كده السوفت وير تيستنج مهم قوي في حته في السي اي سي دي نفسها، انت خلاص انت بتبتدي بقى العمليه كلها تبقى كونتينوس بحيث ان انت خلاص من الكودنج للديفلوبمنت على طول او الديبلويمنت على طول. طيب البروسيس تايم لاين زي ما قلنا في الحاجه اللي هو الغلط، لو انت ممكن تقعد مع الريكوايرمنت بعد كده تيم ديزاين بعد كده انت بتقعد بقى سوفت وير ديفلوبرز يخلصوا كلهم، يعني سوفت وير تيسترز يمسكوا البروجرام يقعدوا يرنوا عليه حاجات، الحاجات ما تمشيش كده. زي ما قلنا اول اثنين اللي هو بعد ما حددنا السكوب بتاع الاوتوميشن او حددنا التيم ريكوايرمنتس هنبتدي نسبلت، هيبقى في عندنا سوفت وير ديفلوبرز هيكتبوا هم الكود وسوفت وير تيسترز هيبتدوا يرن. في حاجات اساسيه، يعني سوفت وير ديفلوبرز دلوقتي انا بكتب كود انت هتكون بتعمل ايه؟ السوفت وير تيستر بيعملوا اللي هي المرحلتين بتاعت اللي هو انت بتحدد الفريم ورك كريشن والتول سيلكشن، ابتدي بقى تختار خلاص احنا اتفقنا نعمل، فانا عارف التول اللي هستخدمها ايه وانا عارف الريكوايرمنتس، ابتدي اعمل التول سيلكشن.
وبعد كده بعد كده اعمل فريم اوف ريليشن برضه انا احدد الداتا بتاعتي هتبقى فين وهكذا. طيب بعد كده ايه اللي هيحصل؟ السوفت وير ديفلوبر هيكون خلص دلوقتي الفانكشن او لينك. الفانكشن او لينك دي انا برضه مش هقعد ساكن مش هخليه يخلص الفانكشنز كلها. الفانكشن او لينك هتخلص ابتدي اعمل عليها تيست كيس، بس في شرط بس انها لازم تكون ستيبل. يعني هو مثلا الفانكشن نفسها ما يبقاش الفانكشن دي بتقول فانكشن ثانيه والفانكشن الثانيه اسمها ما عملتهاش اصلا وابتدي بعمل عليها تيست كيس. فلا احنا لازم يكون وصل في جرين ستابلتي معينه اخد الحاجه الفانكشن اللي طالعه لي من السوفت وير ديفلوبرز ورن عليها التيست كيسز على طول. تمام. طب التست سكريبتنج بقى ايه انواع يعني او هنمشي الليفل ازاي؟ هنمشي الهيراركي بالظبط زي ايه؟ احنا بنبدا بكور تيست كيسز زي ما قلنا ان احنا عندنا حاجات اساسيه فانا لازم ابتدي بيها. انا في الابلكيشن مش هيتبل غير الحاجات دي موجوده. فدي الكور تيست كيسز هنتعامل مثلا مع داتا بيز. بعد كده اكسباندد تيست كيسز. ايه هي الاكسباندد تيست كيسز؟ هنبتدي بقى نخلي مثلا ناس مع عملوا لوجن مثلا عملوا اوثرايز تبتدي تدخل تاكس. فده ليفل اعلى شويه. اخر ليفل خالص اللي هو ادفانسد اللي هو مثلا فايل اكسكيوشن. يبقى في مليون واحد مثلا بيحاول يشتري نفس الكتاب في نفس الدقيقه. طب هنعمل حاجه زي كده ازاي؟ وهل اصلا احنا بنهندل حاجه زي كده ولا لا؟ طيب ايه بقى الفريم وركس الموجوده؟ الفريم وركس على حسب الاحتياج بتاعي. فمثلا في الموديولر هو في كذا في اكتر من دول بس هم دول البيزك. وفي بقى اكتر من دول. طيب في الموديولر وفي اللينير وفي الداتا دريفن وفي الكي وورد دريفن. الموديولر فريم ورك هو الفكره نفسها زي ما حتى لما نكتب مثلا لو قلنا ان احنا لا خلاص احنا دلوقتي كنا صغيرين فبنكتب كود سباجيتي شويه على حسب الفانكشن. يعني احنا عايزين حاجه نكتبها تحت بعض. ده اللينير قال لك لا احنا مش هنعمل كده. احنا هنبتدي بقى خلاص يبقى في موديولز جاهزه زي ما عملنا كلاسز او فانكشنز. هنعمل برضه موديولز جاهزه. موديولز جاهزه دي هبتدي بقى بعد كده لو عايز اجرب عليها تست سبيك معين هي موجوده هدخل لها الحاجه تخرج لي الناحيه الثانيه. طب يعني ايه اصلا موديولز جاهزه؟ طيب مثلا انا عندي قلنا دي كونفرسور سايت. في موديول جاهز اللي هو لوجن بيج مثلا. ده لوجن بيج. هل هذا هيختلف مع الوقت؟ مش هيختلف مع حاجه اللي انت هتدخل له حاجات مختلفه وانت هتفكر بطرق مختلفه انت بتبوظ بيها ده. فده موديول جاهز. فده بنستخدم الموديول فريم ورك. التولز اللي بتستخدم حاجه زي كده السيلينيوم. وزي ما زياد قال السيلينيوم وسيلينيوم عامه في كل يعني هو سيلينيوم في كل فريم ورك اصلا ليه تول بس هو بيبقى 10 واحد هنا. وفي يونيفايد فانكشن تيستنج برضه نوع ثاني من التولز الموجوده. ايه المشكله في حاجه زي كده؟ ان انت محتاج هو طبعا حلو اللي فيه ان انت بتعمل يوزابيلتي بس مشكلته ان هو ان محتاج اصلا ان انت تبقى عندك بروجرام يعني اللي بيعملوه يبقوا بروجرامرز اصلا. طيب اللينا فريم ورك زي ما قلت لكم احنا بنتكلم تحت بعض كده تحت بعض وخلاص. يعني مفيش مش حاجه مش مجهزه. طب المنطقي زي ما احنا كنا بنقول برضه قبل كده انت لو هتاكل حاجات سباجيتي طب هتعملها ازاي؟ هتعملها انت بترن بروجرام معين تحل مساله مثلا على ليد كود ولا حاجه انت بتكتبها مره وخلاص مش هتعملها تاني. فخلاص ماشي ده مش هتنفع كده في الاول بس مش هتنفع بعد كده. طب في ايه التولز اللي بنستخدمها فيها؟ الكاتالوج ستوديو. ايه كاتالوج ستوديو؟ كاتالوج ستوديو ده لو دورنا عليها اي اصلا جي او بدليل وده منطقي ان انا لو بعمل لينير سمول ابلكيشنز اصلا مش بعمل حاجات كبيره فانا ممكن ما اكونش عندي يعني تيم كامل عنده بروجرامنج اكسبرت او بروجرامنج بروجرامرز كتير فابتدي انا محتاج جي او اي جاست اكليك على حاجات معينه هي اللي ترن تيست. طيب الكي وورد دريفن والداتا دريفن تقريبا تحت نفس الامبريلا شويه. يعني ان في داتا اصلا الداتا دريفن الفكره نفسها مثلا عندي الكوميرسور سايت انا دلوقتي ببتدي عندي الكوماند سيستم الخلفيه الكوماند سيستم ده اللي هو بناء على الاكتيفيتي بتاعت اليوزر ابتدي اكومند له شويه يعني شويه حاجات هو بعد كده ممكن يحتاجها. طب دي محتاجه ايه؟ محتاجه داتا كتير. فانا حاجات زي كده مش هينفع اعملها بالحاجات القديمه اعمل ده في حاجات مختصه بالداتا الاباتشي جينيتر والتست كومبليت. الاباتشي جينيتر التست كومبليت الحلو اللي فيه ان انت اصلا جواه انت بتعمل بقى يعني هو انت بتعمل تيبلز جواه يعني انت مش بتقرا مثلا تيبلز من داتا بيزز ولا سبريد شيتس او سي اس في فايلز او كذا اللي هي اكسل او سي اس في فايلز يعني لا هو انت اصلا بتعمل التيبل جواه وبترن التست عليه فهو كومبليت ممكن كمان ان البروجرامرز هم اللي يعملوا. طب ايه الكي وورد؟ الكي وورد زي الفورمات ده بالظبط بيبقى في كي وورد وتست داتا. الكي وورد اوبن براوزر مثلا اوبن براوزر دي بتماب اب بتماب الباك اند لكود. الكود ده انت بتديله الجهاز اللي هو ارجنت مثلا كود هو هيفتحه فانت ممكن هتشيل كود بقى الداتا ايدج اي حاجه انت جاست بتشيل التست داتا وتحط مكانها حاجه وهو بينفذ الحاجات اللي موجوده عندك. تمام مثلا زي احنا قلنا الاي كوميرس ويب سايت اهو فالاي كوميرس ويب سايت شويه موديولز ريجستريشن موديول الشوبينج كارت موديول الشوبينج كارت حاجه جاهزه انا احط فيها اوكي انا احط فيها داتا مختلفه احط فيها كتب احط فيها لبس مش عارف بس هي حاجه جاهزه في الاخر. والتشيك اوت انا مثلا بدفع فيزا فبرضه ده موديول جاهز انا بس هجرب مثلا ادخل له كريدنشنز غلط ادخل له مثلا حاجات مش موجوده اصلا وهكذا. ماشي زي ما قلنا برضو اللي هو حاجات محتاجه داتا دريفن في برضو الاي كوميرس حاجه زي الداتا بيز انت بتعمل داتا بيز فمحتاج يبقى في داتا بيز برودكتس او ريكومندر سيستم. تمام. طيب دلوقتي احنا اتكلمنا في المحاضره النظري كتير قوي شويه فاحنا برضو ممكن نفكر اللي هو طب ماشي احنا بنعمل ايه يعني هو طالما هم بيعملوا كل ده بس بيتم ازاي؟ طيب احنا قلنا ان في بوبولار تولز موجوده كتير قوي هو سيلينيوم. فسيلينيوم ده ليه سبورت للبايثون وسبورت للجافا سي شارب وهكذا.
فانا مثلا هنا كتبت كود بايثون هو بس هيعمل ايه؟ هيفتح المفروض هيفتح ويب بيج اللي هي نيورال لاين دي المفروض هيدور عليها هو فاهم الحاجات كلها بنفسه هو هيفتح كروم هيدخل عليها هنشوف دلوقتي يعني لو حد عايز اصلا يرن الكود ده فاكر سبب عندك بس بايثون بعد كده انستول سيلينيوم بس انستول ويب درايفر ما انشغل في حاجه سيلينيوم وسيلينيوم بالذات بيستخدموه في فكره الويب درايفر الويب درايفر يعني انت بتدخل على الويب ده على الويب نفسه فهو حاجه كويسه في الويب يعني بس بعد كده هو ده الكود